كان زمايله بيستهزئوا بيه دايما وبيضربوه، واوقات كان بيغمى عليه ويروح المستشفى وما كانش في بقه معلقه داب ولا حاجه زي ما كل الناس فاكره، بس قدر انه ينجح ويكون اغنى واحد في العالم. يلا بينا نتعرف عليه. انا محمد اسامه معاكم في النواه. بطل النواه النهارده هو ايلون ماسك. اكبر اخواته اتولد في جنوب افريقيا، عيلته كانت عاديه خالص، ما كانش اجتماعي، كان بيحب الكتب والكمبيوتر. وهو عنده 12 سنة قدر يصمم لعبة بسيطة ويبيعها ب $500. كان بيعاني هو في الجامعة من حتة الفلوس، راح أجر بيت هو واحد زميله في 10 غرف وحوله لمالها ليلي، وكانت أول مرة إنه يكون مسؤول عن حاجة في حياته. وبعد ما اتخرج كان لسه النت بينتشر وعاوز يجرب حظه، عمل هو وأخوه موقع زيبتو اللي كسب منه 22 مليون بعد ما اتباع. استثمر الفلوس بتاعته وعمل موقع إلكتروني، وبعد سنة عمل دمج مع الشركة اللي بتنافسه وأنشأه باي بال. ما كانش عاجبه نظام التشغيل المجاني يونكس وعاوز يغير لويندوز مايكروسوفت، بس مجلس الإدارة ما كانش عاجبه رأيه، استنوا هو طالع أجازة لأستراليا وقاموا طاردينه. دخلت بعدها شركة آي باي، اشترت باي بال وخد 165 مليون دولار. كان بيحب الخيال العلمي من وهو صغير، وشايف إن الأرض خلاص قربت إنها تنتهي، وخصوصا النووي اللي مهدد العالم في كل ثانية. فكر انه يستثمر فلوسه ويحتل المريخ، وفي 2002 عمل شركة سبيس اكس علشان يستكشف الفضاء، وفي 2006 مع شركة تسلا طور عربية بتمشي بالكهرباء علشان يحافظ على البيئة، وعمل مدينة بالطاقة الشمسية، واهم حاجة غيرت حياته وبيشجع بيها الشباب على طول، فيما معناه انك علشان تنجح مش شرط انك تكون معاك شهادة ولا خريج كلية من كليات القمة، كل اللي عليك انك تحاول تصبر تستمر وما تسمعش المحبطين من حواليك، واكيد هتوصل باذن الله. ونشوفكم على خير في نواة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.